الأبي إلا أمودة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم الأوام الغنيم وما كان الله ليظلمه من بعد إذ هديه حتى يبين له ما تقول إن الله بكل شيء عليم إن الله نبلغ السماوات والأرض يمين وما لكم من دون الله يولي ولا نصير لقد تاب الله للنبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة بعد ما كانت القلوب لكبره ثم تاب عليه ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتكلموا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنه لا يسيرون زمه ولا نصب ولا مقبضة في سبيل الله ولا دون موضع وجيز الكفار ولا ينالون من عدو من لا كتب لهم في عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يدعون واد إلا قدوا لهم ليجزيهم الأحسن ما عندما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفقوا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائبة ليتفقهوا في الدين ولينفقوا قومهم إذا أردوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من القتل والجنود تطيبون ولدوا فيكم جلسا واعلموا ان الله ما يرسل وقبل من الرب الذي انما النسي زياده في القبور واذا ما انزلت الذين كفروا يلونه امر واذا ما انزلت واذا ما انزلت واذا ما انزلت سوره واذا ما انزلت سوره فمن من نسر بعضهم نذر بعضهم لا من هل يريكم فمنهم من يقول زادوا ومنهم من يقول أيكم زادوا هذه إيمانا وأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم فزادتهم رجسا لا رجسهم وماتوهم فاجرون ولا تنجوك أموالهم أولا يرون أولا يرون أنه يمكن في كل عام مرة أو مرة ثم تاتون ولا يتذكرون وإذا ما أنزل سورة لا تربعهم لا فعلهم هل يريكم من عجل سبب صرفوا صرف الله قلوبهم بين قوم لا بغوا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم سورة يونس عليه السلام بكية وابعة وتسع آيات بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب الأكيد أكان للناس أعجابا لو هدى إلى رجل منهم ألم تر الناس بشر الذين آمنوا أن لهم قادم صدق عند ربهم قال الكافر إن هذا لسير مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا أعداد السن والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصلات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم جهنم بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعوهم بها سبحانك اللهم وتدعوهم بها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضى إليهم وأجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيان يامرون وإذا مس الإنسان رب دعانا لجنبه أو قعدنا غائبا فلما كشفنا عنه ربه مر كأن لم يدعنا إلى رب مسا كذلك أخذنا المسلمين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قولكم لما ظلموا وجعلوا رسلهم بالبينات
كانوا ليؤمنوا كذلك نتذبهم المجرمين ثم جعلناكم خلائف الدنر من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو مجنون قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يهدي إليه إني أخاف إن أسيت ربي عذاب يوم أليم قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدريكم بي فقل لبثت فيكم أمرا من قولي أفلا تعقلون فأبانا الظلم من أنزل الأكد ولو كذب بآياتي إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا رد ما لا نهوا ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه عما يشركون ويقولون متى هذا الفتح القدس وما كان الناس إلا أمة واحدة فقتلهم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي فيما فيه تعلمون ويقولون لولا أنزل آيات من ربي فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم للمنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد رضاء مخدهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن الرسل يكتبون ما تمكرون هو الذي سيركم في البر بالبر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم برية طيبة وبرئوا بأجا أجارهم آسفون وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أهد بهم دعوا الله مكر له الدين لأننا من هذه لنكون من الشاكرين قل الله أنجئوا الله فلما أنجئهم إذا أنجئهم نبينا بغير الله يا أيها الناس إنما بغيكم على نفوسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مصل الحياة الدنيا كما إن أنزل الله من السماء فقط الذين واتوا الأرضين بما يقول الناس والأنعام حتى إذا أكادت الأرض ذكرها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتيا أمرنا لنا نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.